أنا في هذا المقام أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم عليه السلام: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أقول ذلك إذ جاءنا منذ ساعات نبأ وفاة أخينا في الله الشيخ عبد الله بن كامل من حملة كتاب الله من المجاهدين في الدعوة إلى الله، إذ وفاته المنية في أمريكا إذ كان يصلي بالناس هناك وفارق الحياة هنالك. ورب العزة صدق قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالحمد لله أنه ذهب إلى هنالك، لم يذهب لفسق ولا فجور، إنما ذهب لإمامة الناس في شهر كريم مبارك في العشر الأواخر من رمضان، فأمهم فأحسن إمامتهم. ثم جاءه الابتلاء في نهايات صيام الست البيض من شوال أو صيام الست من شوال، هنيئا له لحمله كتاب الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فنسأل الله أن يجعله منهم. فكم سمعنا تلاوته الطيبة لكتاب ربه سبحانه وتعالى، تلاوة غضة طرية ترق لها القلوب وتلين لها القلوب، ونحسبها خارجة من قلب صادق نابض بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحتسبك يا عبد الله عند الله سبحانه وتعالى، نحتسبك صادعا بالحق، نحتسبك محبا لكتاب ربك، نحتسبك ناشرا للكتاب العزيز وناشرا للخير. رحمة الله تعالى عليك رحمة واسعة يا أخانا عبد الله بن كامل. نسأل الله أن يجعل هذه الليالي ليالي سعيدة عليك، وأن يشفع فيك كتابه الكريم الذي حملته في قلبك وبين أحشائك. نسأل الله أن يجعله شفيعا لك، وأن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صدق الله إذ قال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هنيئا لك بأن تنور صحيفتك بتلاواتك لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينير لك قبرك وأن يفسح لك فيه، اللهم آمين، وأن يجعله روضة من رياض الجنة، وأن يخلفك في عقبك وأهلك بكل خير. أسأل الله أن يلهم أهله الصبر والإيمان، وأن يلهمهم احتسابه عند الله سبحانه وتعالى، وأن يخلفه في عاقبه بخير في أزواجه وذريته، اللهم أمين، وفي عموم أهله، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. رحمة الله عليك وعلى المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا؟ بنورك أشرق الإيمان فينا.